شنب؟ شنب ايه؟ ايه ده مين صورنا؟ 4 كراتين ترامادول يا دكتور عمرو، بكتير عليك قوي. والله العظيم غصب عني، الناس بقت تعبانه قوي، محتاجين طول الوقت مسكنات. قدامك ساعه زمن تجهز فيها فلوس التامين، ماشي، ما كانش اعتبر الموضوع بخ. انا مش هشتغل مع الناس دي، انا خلاص هرشتهم الناس دي شمال. انا جاي لي تحويل من الاقصر وعايز ابعت جزء للندن واخد الجزء التاني. جو غريب، خطف، حد بيصور ناس وبيراقبهم. انا حاسس من وقت رجوع ملك وجواز حازم واحنا كل يوم عندنا مصيبه شكل. اي سفريه بيني وبينك لازم تقلب بمصيبه. اتفضلي يا ستي، ولا تشغلي بالك خالص. الحمد لله. ولا من مالك، انا من وقت ما جيت لهون وبعد ما دخلت ولدي. طب ايه رايك بكره عازمك على ظهر حلوه قوي؟ باشمهندس يوسف شغله اكتر من روعه، انت كانك بعت لي هديه. ايه ده يعني رفع راسي؟ مالك؟ سرقت. ايه؟ دخلت السويت بتاعي لقيت السويت مقلوب والخزن مسروق. كام؟ 30,000 دولار. وايه اللي يخليك تاخد مبلغ كبير قوي زي ده معاك؟ انا رايح هاني مون، لازم يبقى معايا فلوس، يعني افرضي اي حاجه حصلت. ايه بقى؟ لعبه جديده من العيبك؟ فندم؟ بتخطط لايه المره دي يا حازم؟ ليه الكلام ده؟ امال عايزني اقول لك ايه؟ اقول ايه لابني ابن الناس المحترمين مدير شركه السياحه الكبير لما يستغل خطف مراته عشان يسرق اخوه؟ ليه الكلام ده؟ قولي بقى ده معنى ايه؟ جبت الورق ده منين؟ كان في مكتبي. كسرت مكتبك يا استاذ. ايه؟ خليت الساعه كسرت درج المكتب. هو انت عايزه تبوظي منظري في الشغل ولا ايه؟ هو ده كل اللي همك؟ على المهم خالد عارف كل حاجه، وهو اللي بعت لي 100,000 دولار زياده عشان لو حصل اي حاجه. تكذب عليا تاني؟ والله؟ هو انت على طول شايفاني كذاب؟ كده؟ ماشي. ايوه يا خالد. ايوه. انت فين؟ انا في بيتي حبيبتي، في اوضتي. طب انزلي دلوقتي حالا في المكتب، عايزاك. حاضر يا حبيبتي. دلوقتي بقى هيبقى الجمل قدام الجمال، ولو لقيتك بتكذب عليا المره دي مش هرحمك يا حازم. ايه ده؟ ايه اللي رجعت؟ سرقت تاني يا حازم؟ مش وقت الكلام ده. انت حولت لحازم 200,000 دولار فدية لمراته، وكنت عارف انها 100,000 دولار بس. هو في ايه يا ماما حضرتك بتسأليني؟ رد على سؤالي. ايوه ماما كنت عارف. شفتي بقى؟ شفتي انك ظلماني؟ بتكذب عليا يا خالد؟ بتكذب على امك عشان السافل ده؟ وانا هكدب على حضرتك ليه بس يا ماما؟ انا فعلا حولت لحازم 200,000 دولار. خفت للي خاطفين فاطمه يزودوا الفديه ولا حاجه. بعدين هو معقوله برضه. حازم هينصب على اخوه الكبير وهو بيساعده يرجع مراته المخطوفه. ماشي يا خالد. ماشي. انت بتكذب عشان تداري العملة السوداء بتاعته دي، بس انت بالطريقة دي مش بتعالج الموضوع، مش بتعالجه خالص. عارف ليه؟ عشان هيسرقك تاني، وبكرة تقول امي قالت. الله يسامحك، ما انت على طول كده ظلمان وشايفيني وحش. استنى يا حازم، سيبنا خير دلوقتي، هبقى افهمك بعدين. ماشي ماشي يا اخويا.
يلا بص انا هكسبك تقدريش برق 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 الغدا يا فندم. شكرا يا طنط بس انا مش جعان دلوقتي. لا يا حبيبي ما ينفعش، الدكتور قال لازم تاكل وتتغدى عشان تاخد الدواء. حاضر يا طنط. حبيبي انت عايز لك راحه واكل عشان تقوم بالسلامه وهو يا ماما سخنه. معلش ايه؟ عايزه؟ لا ما انا عارفه انت مش تعبانه. حبيبي تعبان بس لا بياكل مسلوق مش كل مسلوق. استني انت عشان عينك في الاكل انا عارفه. حمزوك بتحب الفراخ انت. اتفضلي يا ستي يلا انا وشفا. انت يا باشا حته كمان يلا حبيبي كلها كلها كل كل انت يلا يلا يلا. ايوه يلا ايوه ازيك يا ميرفت؟ انت جاي ليه يا ابراهيم؟ جاي ليه؟ جاي اطمن على ابني ادم. ابنك؟ ما انت رامي ولادك رمية الكلاب، لسه فاكر؟ بص يا ميرفت انا من الاخر كده جاي عايز اعرف موضوع صافي ناز. صافي؟ مالها الله يرحمها. الله يرحمها، اصل انا خير اللهم اجعله خير كده شفت واحده شبهها طبق الاصل قدام المستشفى. يخلق مش شبه 40، وبعدين ما هي ماتت وسابت لك الدنيا، عايز ايه منها تاني؟ ولما هي ماتت فين جثتها؟ لا انت اكيد جرى لمخك حاجه، هو في حد هيتصنع المسرج اللي انت؟ بقول لك ايه؟ الشويتين دول ما تعملهمش عليا، عشان انا ابراهيم ابو خليل اللي عصر الدنيا ولا مؤاخذه مص زعزعتها. طب يا ابو النصاح روح دور عليها. ولما تلاقيها امسكها كويس لحد ما اجي واطلب لك السرايه الصفرا. صفرا؟ طب عن اذنك يا ميرفت. عن اذنك. وبعدين يا ميرفت تعمل ايه دلوقتي؟ يا رب. انا خلاص حطيت صوابعي في الشق منك. ايه الكلام البلدي اللي بتقوليه ده؟ ما هو من قرفي منك طلعتيني عن شعوري. يعني انت عايزه مني ايه؟ عايزاني اتبهدل واتهان واتذل واسكت؟ فين الذل والبهدله دي؟ انت عايزه تقلي ادبك على جوزك وعايزاه يسكت؟ قلت لك 100 مره اي راجل بيبقى عايز مراته تقف جنبه وفي ظهره، لكن انت الراجل في مصيبه وفلوسه مسروقه وبتنكدي عليه عيشته، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه اتطلق. لا ما عندناش بنات بتتطلق لاسباب ده. كلمة الطلاق دي مخسارة مش موجودة في قاموسنا. انسي. طب خلاص اسيبه يضربني النهارده بالقلم وبكره يديني بالجزمة على دماغي عشان حضرتك ترتاحي. انت بتراقبي ربنا. زهقت منك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. رايح النور. انت برضه هتصدق ان اخوك يعمل مصلحه ليه؟ مصلحه؟ امال السلام اللي انت عملته ده ايه؟ انا عايزك تهدى بس وتسمعني كويس. انا هادي اهو. اتفضل اشرح لي. كل الحكايه انهم كانوا عايزين فديه 200,000 دولار. وانا قلت لهم معيش غير 100 فوافقوا. لا والله. قلت لهم معيش غير 100 فوافقوا. ماشي. وال 100 الثانيه دي ما اديتهاليش ليه اول ما رجعت من الصفقه؟ يا عم في ايه وانا انصب عليك؟ كل الحكايه يعني اني كنت داخل بزنس مع ناس وكنت محتاج سيوله. قلت يعني هاخد الفلوس وبعدين ابقى ارجعها لك، وبعدين في ايه يا اخي؟ وانا مش اخوك؟ بزنس ها؟ ماشي يا عم. يا ترى بقى البزنس ده خلص ولا لسه شويه؟ يعني ان شاء الله بيخلص. بس أول ما يخلص هديك فلوسك على داير مليم. بص يا حازم أنا مفيش ولا كلمة من كلام اللهبل اللي أنت قلته ده دخل دماغي. بس هعمل إيه؟ العادي بتاعنا إني هضطر أفوت لك لأن أخوك الكبير.
طبق. اهو ده العادي. لازم كل مرة تطلع انت الطيب الجدع الشهم. مش انت بتتصرف من دماغك؟ مين؟ خلي دماغك تبدعك. هتنفعني يا دكتور. اهدي يا مرفت، اهدي يا مرفت، انا جايلك دلوقتي. اكيد مش هيرجع تاني يا حبيبتي. ده انسب وقت اجيلك فيه. ايوه، لانه مش هيجيلك دلوقتي تاني. حتى لو شافني مش هيعرفني. انا هبقى متنكره يا مرفت. أنا متشكرة أوي يا حربي، الولد فعلاً كانت حالته خطيرة، ربنا يكبر راحت له بالدم. لا شكر على واجب يا ست هانم، وبعدين ما حدش يقول لي فعل الخير لأ. طب خد يا حربي، امسك. أيوة بس ده كتير أوي يا ست الكل. مش كتير ولا حاجة. على العموم تليفوني مع حضرتك، لو احتجتني في أي وقت كلميني، أو قولي بس لسماح. متشكرة أوي. اتفضلي أوصلك، اتفضلي يا دكتورة. يعني انت اللي جاي زعلان ومتضايق بعد ما ضيعتنا؟ ليه؟ هو انا يا اما يتنسب عليا واسكت يا اما ابقى انا اللي غلطان؟ لا ثانية واحدة، هو مين ده اللي نصب عليك؟ الناس دي كانت ناوية تنصب، لا في بضاعة ولا في زفت. ومين اللي قال لك الكلام ده؟ اديني بقول لك وخلاص. لا ما فيش حاجة اسمها كده. يا اما انت عندك دليل يا بتخلع بالطريقة. ليه يا حبيبي؟ وانا عامل كده ليه؟ خايف منك؟ بلاش تكابر يا حازم، انت عارف كويس قوي ان انت ضيعت علينا صفقه مهمه، وبسبب الصفقه دي ولا هنعرف نعمل الشركه ولا الكيان اللي احنا كنا بنحلم بيه. انا شامم ريحه حاجه مش حلوه. خليني في اللي انا فيه. We'll be right back.
انت تاني؟ عايز ايه؟ جاي اشوف ابني. انت مالكش دعوه بيا ومن فضلك ما تجيش هنا تاني، انت فاهم؟ ماشي يا مان، انا هندمك على اللي بتعمليه ده. موضوع ريد روز بتاع صاحبتك اللي اسمها فريده غريب قوي قوي. معقوله يا صفيه؟ لغايه دلوقتي ما قدرتش توصل لحاجه؟ الظاهر يا حبيبتي والله اعلم ان الشخصيه دي حذره جدا وعارفه هي بتعمل ايه بالظبط. احلى مسا على عيلة كويسه. الله، على فين العزم حضرة الظابط؟ خارج اسهر مع المقاطيع شويه. مقاطيع دلوقتي؟ هي المقاطيع بتبتدي تصحى دلوقتي. انت عايزه حاجه؟ لا. طيب يا حبيبي ما تقعد تتعشى معانا. لا تمام قوي كده. يلا باي باي. باي. باي باي. انت عشريه ليه يا ست انت؟ الله مش ابني؟ ابنك ايه؟ ما هو حر. كل كل. انت ايه اللي وداك عندها تاني؟ يا ماما مش لازم اشوف ابني ده وافهم ايه الحكايه بالظبط. مش لما نتاكد الاول انه ابنك وبعد كده اسهل حاجه انك تشوفه. ارفع قضيه رؤيه. الأول نطلع مستخرج رسمي لشهادة ميلاد الولد، وبعد كده لو عايز ترفع قضية ارفع قضية. إيه يا أبي؟ فينك من زمان؟ ما حدش بيشوفك يعني. معلش يا سيدي والله شوية حاجات كده. حاجات إيه بقى؟ حوارات ومشاكل. بس أنت حتى ما بتسألش على الأسهم بتاعتك أخبارها إيه؟ طب وأسأل ليه؟ ما طارق بيه مظبط لنا كل حاجة. على فكرة بقى، في سهم جديد هيعملوا له اكتتاب اليومين اللي جايين دول، انا عايزك تدخل فيه بقلب جامد قوي. السهم ده مكسبه هيبقى حلو جدا. وده مضمون يعني؟ مضمون طبعا، اي سهم لما بينزل السوق جديد بيبقى مضمون، بيعلى نادرا لما بيقل سعره. فانا ان شاء الله باذن الله هشتري لك يومين ثلاثه كده وتبيع، وهو مكسب قريب احسن ما تستنى وتخسر. طب انت شايف ان انا ابتدي بكام سهم مثلا؟ يعني اديني كده يومين ثلاثه أظبطها لك وأتصل بيك أقول لك تشتري بكام بالظبط. طيب أنا كمان عاوز أدخل. أنا هبتصل عليكي بقى وأفهمك بعدين تدخلي بكام وتعملي إيه. إحنا مع بعض. في حاجة يا ماما؟ هو جوزك ما اتصلش؟ لا ما تنيلش. طب قولي لي بقى، عايزه اعرف ايه حكايه سرقه الاقصر؟ ما انا حكيت لك يا ماما وقلت لك دخلنا السويت لقيناها مفتوح والخزنه مفتوحه ومسروقه. والخزنه كان فيها كام؟ كان فيها 30,000 دولار. الله، وايه اللي يخلي جوزك ياخد مبلغ زي ده في سفريه زي دي؟ مش عارف، بس تعرفي حصلت حاجه غريبه قوي. حصل ايه؟ بعد ما البوليس مشي حازم كلم حسام وقعد يتخانق معاه ويقول له انت السبب في اللي حصل ده كله. وما سالتيش جوزك حسام دخله ايه؟ سالته واتخانقنا مع بعض وقامت عركه قد كده وسبت الدنيا وجيت. بقولك ايه، انت بنت شكاكه طول عمرك بتاعت افلام، عايز تقولي اي كلام عشان تطلعي جوزك غلطان وخلاص. ما انا فاهماكي كويس. طب والله العظيم والله العظيم اللي بقوله لك ده حصل بالظبط وبالحرف الواحد، وبكره تتاكدي ان في حاجه مريبه بين حازم وحسام وتقولي فاطمه قالت. شكل تخمينك هيطلع صح يا خالد، هتطلع عصمت هي ريد روز. انا قلت لكم من الاول ريد روز دي اكيد حد قريب مننا جدا. هقول عصمت تطلع منها كل ده؟ وبتعمل كده ليه؟ ومصلحة مين؟ ده اللي أنا بفكر فيه، إن هي تلبس راجل تنزل بالمنظر ده. ده مش فكرة واحدة لوحدها، أكيد وراها عصابة كبيرة. لا بصوا يا جماعة، كده الموضوع واضح إن هو كبير جدا، ده ما يتسكتش عليه، لازم نلاقي حل بسرعة. أنا بجد مصدوم من اللي بيحصل. معقولة؟ عصمت؟ اسمعي يا صافي، زيارتك هنا ليا بقت خطر قوي. ابراهيم مش سهل. لما جالي هنا كان متاكد ان اللي شافها هو انتي. وانا طبعا فضلت كده اعمل شويه حاجات، بس طبعا ما دخلش عليه، كان متاكد انك انتي. ارجوك يا حبيبتي خدي بالك من نفسك.
اسكتي يا ميرفت. أنا النهاردة حسيت إن في عربية كانت بتراقبني. ما شفتيش مين اللي بيراقبك؟ خفت أتلفت. الدنيا كانت ليل وضلمة وأنتِ عارفة إن أنا نظري ضعيف. وكان كل اللي هممني إن أنا أهرب وخلاص. ما شفتيش أي حد ولا أي حاجة؟ أنا خفت أتلفت أي حد يشوفني. ما هو أصل إبراهيم لو شافني وش الوش ملهاش حل تاني. بس أنا معرفش إذا كان إبراهيم ولا واحد تاني. أكيد يعني إبراهيم هيكون مين غيره؟ أنا اللي هيجنني. إبراهيم عارف طريق إزاي؟ ده مفيش مخلوق يعرف أنا بشتغل فين. يمكن شافك صدفة. صدفة؟ ده أنا بقى نحسة قوي يا ميرفت. المهم دلوقتي إحنا لازم نعزل من الشقة دي. طب وهيجيب عنواننا من المدرسة؟ إيه؟ مدرسة؟ آه مدرسة، ده ما جاتش في دماغي خالص موضوع المدرسة ده. هو إيه اللي بيحصل لي ده يا ميرفت؟ إحنا لازم نفكر هنعمل إيه؟ إن شاء الله ربنا يكرم. إبراهيم ده طلع لي منين؟ ربنا ياخده. أروى أنت منتظمة على الدواء اللي الدكتور اداهولك؟ طبعا يا أشرف. اليوم رحنا عند الدكتور وأنا باخده. أمال إيه الحكاية؟ مش عارف. الظاهر الحبوب اللي كنت بتاخديها دي لسه مأثرة عليك. ومش الدكتور قال لك إنها ما بتأثرش؟ ولا أنت غاوي تقطمني كل شوية؟ والله ما أقصد يا أروى. أنا بدردش معاكي عادي. إيه أخبار الست ريم؟ دي حكايتك بقى. أنت خلاص عملتيها موضوع. أنا فهمتك كل حاجة. يا أروى في حد مش بس بيحاول يبوظ علاقتي أنا وأنتِ، ده بيحاول يدمر كل واحد في البيت ده. مش معقولة يعني كل المشاكل اللي حصلت دي ورا بعض وخطف فاطمة كمان، كل ده كده حصل صدفة. خصوصًا بقى إن كل ده بيحصل مع ظهور اللي اسمها ريد روز دي. خلاص بقى. بعدين مين دي اللي أروى الجبال تغير منها؟ تغيري إيه وبتاع إيه؟ بعدين أنت المفروض عارفة كويس جوزك بيحبك قد إيه. اتجوزت عليا يا ابراهيم؟ طب ليه؟ انا كنت قصرت معاك في ايه؟ والله انا حر اعمل اللي انا عايزه اذا كان عاجبك. لا مش عاجبني يا ابراهيم. ولو سمحت طلقني. بس كده؟ من العين دي قبل العين دي. انتي طالع يا صفيناز. وبعدين يا صفي هنعمل ايه؟ أنا جالي ورقة إن البيت قايل السقوط ولازم أسيبه. هنعمل إيه يا مريم؟ نعمل عمل ربنا بقى. طب ما ينفعش طليقك ياخد الولاد وإحنا يتولانا ربنا. طليقي عرضت على إبراهيم الولاد وقال لي مش عاوزه. عارفة قال لي إيه كمان؟ إن شاء الله أنت وهما تناموا في الشارع.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. النهارده كعوبي ورمت من اللفه على شغل. دي بلد ايه دي؟ بلد ايه لما مهندسه قدديه مش عارفه تشتغل ولا تلاقي فيها شغل؟ يا ستي انا ان شاء الله اشتغل بياعة في المحل بس الاقي شغل. ياسمين، في حاجة مهمة كنت مخبيها عليكي عايز اقولها لك، شايلها في قلبي بس جه الوقت المناسب اللي لازم اقولها لك. شو ايه؟ انا زعلان منك قوي يا ياسمين. زعلان؟ ليش؟ انا شو عملت؟ عملت كتير قوي بس بصراحة انت حلوة قوي يا ياسمين، مع الاسود اللي انت ضربانة كمان الموضوع بقى صعب جدا عندي، اعصابي مش قادرة استحمل. مصلحة مين بتعملي الكلام ده كله؟ مصلحة شو هي؟ شو؟ بنت اللي عاملة لي شو؟ لدرجة إن أنا مش لاقي كلام أقوله. وبعدين في حاجة تانية عايز أقولها لك. أنت كل يوم عن اليوم اللي قبله بتحلوي أكتر، واليوم اللي قبله كمان، واللي بعده، واللي في النص. ياسمين. أنت سامعاني؟ طب أشرب عصير. واضح انك مش مركزه معايا خالص.